قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. خلاص بقى هم اتفقوا كده على إيه؟ لما الرجل قال لهم لا تقتلوا يوسف خلاص قالوا ماشي، يبقى احنا هنجعله في البير يجي واحد ياخده ونرتاح منه، ويبقى احنا برضو ما وصلناش لمرحله القتل. خططوا بقى وراحوا لابوهم يعقوب عليه السلام، ما لك لا تأمن على يوسف وإنا له لحافظون، ده اخونا برضو يعني معقوله هيهلك واحنا يعني قاعدين معاه، ارسله معنا غدا يرتع. يعني يرتع؟ لا يرتع يتحرك كيف يشاء، ويلعب يعني قريبه من معنى يلعب، ويرتع بالكسره يعني يرعى الغنم من الرعي، يعني يتدرب على رعي الغنم. يبقى يرتع يتحرك كيفما شاء، يرتع يعني يتدرب على رعي الغنم، ويلعب ده دليل ان هو كان كبير ولا صغير؟ اكيد صغير. وان له لحافظون، واللعب ده شيء لازم الاب ينفس عن اولاده باللعب. والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان زوجته صغيره في السن سيده عائشه كان بيسمح لها ببعض الترفيه واللعب، لدرجه مره شافت، والحديث اصله في البخاري ومسلم لكن الروايه دي في روايه النسائي باسناد صحيح، شافت صبيان من الحبشه يلعبون في المسجد. يلعبون فين يا عم كرم؟ في المسجد يلعبوا، عيال صغيره بتلعب، ينفع؟ اه ينفع، لان بنحبب الاولاد في المسجد ما دام مش وقت صلاه او حد بيقرا قران. انما حته اللي انا اي ولد صغير عقده من المسجد ده ما كانش موجود في الاسلام. طبيعي ان الواد يعمل صوت بعد كده نفهمه، مش اللي انا استنى الصلاه تخلص من هنا عشان اقعد اديله يعني كلام كبير. الولد يكره المكان ويكره الشخص ويكره الناس، لازم نتعامل مع الاطفال بحكمه. فسيدنا محمد بيقول لعائشه يا حميراء، ده تصغير من باب الدلع يعني، أتحبين أن تنظري إليهم؟ نفسك تتفرج عليهم هما بيلعبوا؟ شوف التعامل النفسي للزوج مع زوجته، مش لا احنا مش فاضيين بقى للكلام الفارغ ده، ورانا مهمات دعوة، ورانا جهاد لعب ايه وبتاع ايه، اجباري بقى. لا مفيش كده، أتحبين مراعاة النفسية أن تنظري إليهم؟ فقالت نعم. شوف بقى النبي صلى الله عليه وسلم بلاش، طب روح اتفرج عليهم بقى وسيبيني اخش انام شوية. فقام عليه الصلاة والسلام بالباب، فجئت ووضعت ذقني على كتفه وخدي على وجهه. شوف اللقطة دي، شوف يعني طبعا لو حد عملها النهارده يقول لك ايه الرومانسية، طب ما هو ده لا يتعارض مع الإسلام والالتزام، التعامل الراقي مع المرأة. النبي واقف يعني حاميها كده قدام الباب، طبعا مسجد الرسول جنب بيته بالظبط، مفيش، واقف على الباب بتاع المسجد وهي واقفه دقنها على كتفه وخدها على خده بتتفرج على الاولاد وهم بيلعبوا، وبعد فتره يقول لها حسبوكي خلصتي؟ تقول له لا. مش تقول له خلاص طبعا انا يعني اتحركت، تقول له لا. فيستنى شويه يقول لا حسبوكي خلاص، تقول لا تعجل يا رسول الله. الله وتقول له لا تعجل يا رسول الله. شوف بقى سيد عائشة بتقول ايه، وما لي حب النظر اليهم، انا مش عايز اتفرج عليهم، ولكن احببت ان يبلغ النساء مقامه عندي ومكانه لي، عشان الناس كلها تحكي اللي هو عمل معايا كده، فالستات تعرف قد ايه انا غاليه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله يفتح عليك يا شيخ. رقي وتعامل، الاسلام يعلمنا التعامل الراقي مع الزوجه، والانسان يجي على نفسه مش عشان حاجه مش مهتم انت بيها ما تبقاش مهمه لزوجتك، تعال على نفسك من اجل زوجتك، ولا سيما لو هي صغيره في السن او جايه من بيئه مرفهه شويه
ما تقولهاش هو ده نظامنا وتمشي على نظامنا. بالعكس، نحاول نقرب الصورة علشان تحب او ما تحسش بالغربة بعد زواجها. الله يشرح صدرك ويقبل. الله يكرمك. انت عيطت ليه يا عم كرم؟ الله يكرمك. وتقول عائشة ايضا بالنسبة بمناسبة اللعب والحديث في البخاري ومسلم: كنت العب بالبنات. يعني ايه بالبنات؟ العرايس الصغيرة عند النبي صلى الله عليه وسلم. وكان لي صواحب بنات برضو بيلعبوا معايا يلعبن معي، فكان اذا دخل رسول الله ينقمعن منه، يخافوا منه ويستخبوا منه، فيسربهن الي فيلعبن معي. يقولوا انتوا رايحين فين؟ تعالوا يا بنات كملوا لعب مع عائشة من غير خوف من غير قلق، ويسيبها تلعب بالعرائس الصغيرة. قال الجمهور: فيه جواز واستثناء عن الصور، طبعا الصور المجسمة أو التماثيل ده حرام، لكن يستثنى من ذلك إيه؟ العرائس الصغيرة اللي في إيد البنات اللي بيلعبوا بيها. قالوا ليه؟ قالوا ده من باب التهيئة وتربية البنات على تربية الأولاد بقى، ولا تهيئ لأن تكون زوجة صالحة وأم مربية. فأباح لها الشرع الأمر ده علشان ده أصلا يتسق مع فطرة البنت. البنت تحب العروسة الصغيرة فنسيبها تلعب، منقولهاش دي تماثيل أو أصنام، لأن دي مما رخص في ذلك. العلماء المعاصرين قالوا: طيب بالنسبة للعرايس النهاردة المجسمة قوي، زمان العرايس عم كرم كانت يعني حتة قماشة وإيدين ورجلين، دلوقتي العرايس دي حتى الرموش بتبقى باينة الشعر وبتغير لها، يعني كأنها إنسان مصغر بالظبط وبتنطق وبتاع. فهل ده ياخد حكمها ولا لا؟ العلماء المعاصرين اختلفوا، لكن الراجح أنها أيضا تأخذ حكمها، ويجوز للبنت تلعب بالبنات الصغيرة حتى المجسمة أو دي. قال الشيخ ابن عثيمين: والأحوط تركها، لكن لا أشدد في ذلك. لأن عندنا دليل أهو، النبي صلى الله عليه وسلم سمح لعائشة تلعب بالعرايس، سواء كانت العرايس القديمة أو العرايس الجديدة. شوف كل المعلومات دي استفدناها من كلمة أرسله معنا غدا يرتع ويلعب. فمفيش مشاكل خالص إن الأولاد أو الزوجات حتى. النبي صلى الله عليه وسلم مرة من المرات وكانت عائشة لسه لم تحمل اللحم، كانت رفيعة، فقال للجيش وقت معركة وقت جيش: شوف الاهتمام بالزوجة لأني درجة يا إخوانا، وانت لو قلت لك هتلاقي حتة شوكولاتة وانت مروح هتضحك علي، لو قلت لك دلوقتي وانت مروح هتلاقي شوكولاتة بخمسة جنيه هتعمل كده؟ لو شوف الناس على السلام عمل ايه؟ قال للجيش: تقدموا تقدموا انتوا شوية. ويقول لعائشة: تسابقيني؟ يلا نجري مع بعض. سبحان الله، يعني شوف انت فيه، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قائد وداعية ونبي طبعا، وعنده هموم الرسالة والدعوة، وعنده زوجات بزوجة واحدة، وطبعا ده انت لو انت راجل مهم شوية في منطقتك محدش بيسيبك من كتر الاستشارات، فكيف برسول الله؟ مع كل الأجواء دي يقول لزوجته، يبعد الجيش الأول يقول لزوجته: يلا سابقيني، يلا نجري مع بعض. ويتسابقوا، ومين اللي يسبق؟ سيدة عائشة عشان كانت خفيفة. يفتكر النبي الموقف ده وما ينساهوش. وفي مرة بعد ما حملت اللحم يعني زادت في الوزن شوية، يتكرر الموقف تاني ويقول لها: تسابقيني؟ ونبي يجري معاها مع زوجته الصغيرة، بينهم سنوات طويلة طبعا، وما يخجلش ان هو بيراعي ربنا في زوجته، ويسابقها عليه الصلاة والسلام ويقول لها: هذه بتلك، دي بدي، لأن لسه فاكر اللي انت كسبتيني مرة وانا المرة دي كسبتك. فاوعى تفتكر انك انت لما تداعب او تعامل زوجتك معاملة تتناسب مع عاطفتها الشديدة، اوعى تتعامل مع زوجتك كأنها راجل زيك، راجل عملي، راجل عايز الحلول. ساعات ست كده وهي بتحكي له المشكلة: طب ما تعملي كذا، هي مش عايزة تقول لها طب ما تعملي كذا، هي عايزاك تسمع وما تجيبش حلول، عايزاك تتفاعل،
ايه ده بجد؟ معقوله ده حصل؟ وايه تاني؟ مش ولا طب خدي برشام صداع، طب وجع لي دماغي ليه؟ ما تروحي للدكتور. لا لا تعبتي؟ طب في اعراض تانيه؟ طب نقيس الضغط؟ طب انزل معاكي؟ طب وحاسه بايه تاني؟ لان الست نقص عقلها بيؤدي الى زياده في العاطفه، فهي لا تريد حلولا جذريه، تريد حد يحتويها في الكلام وفي المعامله، تسمع وما تملش، متلاش انجزي، تسمع وكويس، ده بيديها الامان. حست بالامان هتعيشك يعني ملك من الملوك، ما حستش بالامان وحس انت مهملها وانت فاكر انت بتحل لها المشكله، بس الست غير الراجل. لما صاحبك يقول لك انا مصدع قول له خد برشامين صداع، انما لما زوجتك تقول لك انا مصدع قول لها احكي لي ايه تاني، اقعد احكي معاها وهي بعد كده هتبقى صداع هيروح منها من غير اي حاجه، ما دام اتحست ان زوجها بيحبها ويحتويها ويحمل عليها. اسال الله.